دكتور درات. نعم دكتور. طلابنا، بالنسبة لهاي المحاضرة أريدك تركز وياي جيدا، لأنه هاي تعتبر الأساس لكل ما راح تاخذه منا لنهاية السنة وللكورسين. فكون إنتاج وياي، كون يعني مركز وياي على كل نقطة، وإذا عندك سؤال ممكن بعد ما نخلص يعني الفقرات يعني أعطي مجال للأسئلة. طبعا بداية من الأسبوع القادم راح يصير عندك تيتوريال ويا أستاذ جبار، يعني أكمل أنا وياكم، يستلم أستاذ جبار بالتيتوريال ماشي عيني. وهسه حاليا بعد ما أخلص المحاضرة عندكم أيضا أسئلة. البارحة رفعت أني اللينك مال الكتاب اللي هو كتاب آشبي، هذا الكتاب تنزله يمك بابا. هذا بالأسئلة اللي راح نحتاجها إحنا كهومورك، اللي هو حاليا عندنا بنهاية المحاضرة. بالنسبة للي أخذناه إحنا سابقا هو كله مقدمة على مود ندخل بالآش بي تشارت، يعني قبلها إحنا كان كله هو عبارة عن أمور نحتاجها قبل ما ندخل بهاي المحاضرة. لذلك يعني نبدي وياكم إحنا بمحاضرة الآش بي تشارت. بداية سابقا يعني قبل ما آشبي يخترع هذا النوع من الشارتات، أكو كان فتشي اسمه بار شارت، اللي هو هذا اللي أمامكم، اللي هو يدرس خاصية واحدة فقط. يعني هسه أنا إذا أدرس حاليا مثلا بهذا المخطط فقط اليونغ مودولس لكل أنواع الماتيريال، للميتالز بأنواعها، للبوليمر، للسيراميك، والهايبريد. الهايبريد أقصد بيه هنا الكومبوزيت ماتيريال. هنا عندي مثلا للميتالز، مثلا للو الوي ستيل عالي، وعندي مثلا للمغنيسيوم الوي واطي. بالنسبه للبوليمرز بانواعها، هنا عندي هذا بالنسبه للبلاستيكس وبالنسبه للالاستمر. بالنسبه هنا ايضا عندي للسيراميك. يعني مثلا من هذا المخطط انا ممكن اقدر احدد انه السيراميك بهاي مودرس density، والبوليمرز لو، الهايبريد مثلا بيرينج من المتوسط الى العالي، المعادن نوعا ما عالي. عادة انا اذا احكي على الرينج تقريبا من 10 اس ناقص 3 الى 1000 تقريبا، يعني الرينج بحدود يعني 10 اس 6. هذا النوع من الشارتات شافوا انه يعني مو واقعي، لأنه إحنا معظم الأحيان يعني خاصية واحدة ما تكفي للدراسة، وإنما مثل ما راح نشوف بالآش بي تشارت ممكن أني أدرس 4 خواص بآن واحد أو أكثر حتى، يعني ببعض المخططات ماشي. لذلك آش بي بفترة التسعينات، طبعا آش بي واحد من يعني إحنا نسميهم الجاد فادر مال الماتيريال، يعني الأب الروحي للماتيريال، اللي هو خلينا نقول يعني أرقى ما يعني مؤلفات، أرقى ما موجود ب يعني مجال الماتيريالز ان جنرال. فاجا ممكن يعني بعض الأحيان أنت تشوف المخططات هي عبارة عن اليونج مودلس مع الدنسيتي، اليونج مودلس مع السترينث، سترينث مع الكوست، فراكتشر تافنس مع السترينث إلى آخره، مثل ما موجود بهذا المخطط. طبعا هذا المخطط هو يعني الشكل المبسط للاش بي، الاش بي بتفاصيل بعد اكثر، لكن هذا الشكل المبسط عندنا هنا اليونج مودلس مع الدنسيتي. هذا المخطط راح تاخذه يمر عليكم هوايه، هذا المخطط بالذات ماشي. هنا عندي اليونج مودلس عندي بالواي اكسس، مثلا الدنسيتي عندي بالاكس اكسس. نعم، أني هسه حاليا إذا أريد مثلا على سبيل المثال، طبعا أكو فد نقطة مهمة قبل ما أبلش بالتفاصيل، نقطة مهمة تنتبه عليها، بالأصح نقطتين. النقطة الأولى أريدك تنتبه لي على الوحدات المستخدمة. الوحدات المستخدمة جدا مهم إنه أنت تنتبه عليها. ليش؟ شغلك كله راح يصير غلط، خصوصا إحنا راح نبلش بالرياضي، كل شغلك يصير غلط أنت إذا ما تبلش ب الوحدات. اوكي، رقم واحد. رقم اثنين،
تنتبه لي على التقسيمات، هذا اللي بعد شوي راح اشرحها بالتفاصيل، اللي هي الديكيد، هذا من 10 الى 100، 100 الى 1000، وهكذا التقسيم هذا. اكو بعض الاحيان تجيك تقسيمات منتظمه، اكو بعض الاحيان تجيك تقسيمات غير منتظمه، وهذا ايضا راح نجيها يعني بوقتها نشرح التفاصيل. اوكي نعم. هسه اني خلينا نقول كسلكشن صباح رايت، الخير دكتور. صباح النور عليك. دكتور بس اكو روابط هاي غلط، شنو رابطة غلط؟ نزلنا اياها من القسم غلط، لان صار لي ساعة قاعد ادخل ما قدرت. اي رابط تقصد عمر؟ رابط مال الميت، رابط الميت هو ثابت الثاني عندي على الموقع مالتي. انا دخلت الا من الميتنج، هسه دخلت البرنامج ولا قدرت. اي اعتيادي، انت تدخل البرنامج والرابط حيكون موجود قدامك. لا اني الرابط منزليه هم من القسم غلط، اي انا ساعد اذا فوت يقول لي ماكو، يعني ماكو اشتغل. ما لك علاقة بالقسم، تفوت للبرنامج والبرنامج بالرابط مثبت. يلا تمام دكتور. اوكي. فطلاب الصحة حاليا اذا اني بشكل مختصر، يعني انا اريد فرضا سلكشن بسيط، يعني انا اريد مثلا على سبيل المثال اريد مادة بيها اليونج مودولس اعلى من 10 جيجا باسكال، وبنفس الوقت الدينسيتي مالتها تكون اقل من 3000 كيلوغرام على المتر المكعب. ماشي. بداية أنا أعلى من 10، إذا هذا الخط راح أجره من 10 إلى النهاية. أي مواد جوا 10 هاي كلها سقطت عندي من الاختيار، يعني هاي المجموعة كلها اللي هي الفوم، الإلاستمرز، الناتشرال ماتيريال، البوليمرز، هذا سقط من الاختيار. فقط الجزء الظاهر مثلا من الناتشرال ماتيريال، ان هذا الاخضر داخل. ماشي. هنا عندي من اجي ايضا الدينسيتي اقل من 3000، اذا هو المنطقه اللي هي يسار الخط، هذا اللي جريته اني من 3000 واصعد. اذا اي مواد على اليمين الخط سقطت، اي مواد على اليسار بقت. اذا هذا السيرش ريجن اللي اني اختاريتها اللي هي اليونج مودولس اقل من 3000 ككثافه واعلى من ال 10 جيجا باسكال كيونج مودولس، حتكون عندي هاي منطقه الاختيار، هذا المربع الابيض اللي ايش يتضمن؟ يتضمن جزء من الناتشرال ماتيريال هذا الاخضر، الكومبوزات كله، جزء من السيراميك، وجزء من الميتالز. لحد هنا كلامي واضح؟ اكو سؤال قبل ما ننتقل؟ واضح دكتور. اوكي نعم. هنا اني بعض الاحيان طبعا هذا هنا هذا الخط المنقط، هذا الاي على رو ايكوال 1 مثلا لحاله معينه، هذا راح نجي هسه بالتفاصيل، هذا هو العلاقه بالمرت اندكس. هسه اذا ارجع على البرزنتيشن اللي موجود وياكم، البرزنتيشن نرجع على البرزنتيشن. البرزنتيشن هنا نبي توضيحات اضافيه، يعني انا يعني خليته فقط على مود انت تكون بالصوره تفتهم التفاصيل مال اتش بي بشكل اكثر دقه. نعم. هنا اذكر لك بهذا الاتش بي تشارت. شوف هسه اريدك انت تقارن لي بين نوعيتين من المخططات، باور شوف لي المحور اكس هنا مال دينسيتي، وشوف لي المحور اكس هنا بالمحاضره، ما بين المحاضره وما بين البرزنتيشن وين الاختلاف؟ دكتور بالتقسيمات، اي شنو اللي صار بالتقسيمات الاختلاف؟ نعم دكتور بالوحدات اكو اختلاف. رقم واحد بالوحدات، تمام. الوحدات مال الاكس اكسس نفسها، ما بيها اختلاف حاليا على هذا المخططات، ما بيها اختلاف، لكن وين الاختلاف عندك؟ ذاك المخطط هنا كيلوغرام على المتر تكعيب، ايه وهذا هنا كيلوغرام على المتر تكعيب. نفسه، إذن وين الاختلاف صار؟ هنا عندي بالتدريجات، تمام؟
شوفوا هاي التدريج جمال بالمحاضرة شلون بادي 10 100 1000 10 10000، يعني تدريجات منتظمة. لكن بالبرزنتيشن 100 300 1000 3000 10000، كل تدريجتين صايرة وحدة. تمام ويا يا طلاب؟ نعم دكتور. تمام دكتور. فبالتالي هسه انت بهيج حالات ايش نوع المخططات؟ طبعا انا هذا اسمي تقسيم، هذا اللي هو مثلا من 100 الى 1000، 1000 الى 10000، اسمي هذا ديكيد. ماشي، بنفس الشيء هذا بالنسبه للواي اكسس. فاني مثلا هذا بهيج حاله بالحسابات 100 الى 1000، هذا اعتبره مربع واحد، ما اعتبره مربعين. من 1000 الى 10000 اعتبرها مربع واحد. وانتبه الى نقطه هنا، شوف انا ايش دا استخدم، استخدم لوغاريتميك سكيل. ليش دا استخدم لوغاريتميك سكيل؟ لوغاريتميك سكيل ليش بدي استخدم سكيل طبيعي؟ ها شباب شنو الفكره من استخدام السكيل اللوغاريتمي؟ مش بعدكم الظاهر نعسانين. دكتور لأن الفروق كبيرة والأرقام كبيرة يعني. تمام، هو الارقام كبيره، بالتالي انا مثلا ما اقدر اسويها، يعني الارقام بتدريجات اعتياديه. تمام، فاضطر احول الى اللوج على مود يعني المسافات تصغر. تمام، فبالتالي هسه انا هنا مثلا من خلال هذا المخطط اني اكو عده امور انا اقدر استنتجها. طبعا هذا كل جروب من هذا باعه هنا هذا مثلا جروب مال ميتالز اند الوي، جروب مال السيراميك، هذا اسميها منه. غادي انتبه على التسميات، من اقول لك جروب او بابلز، يعني هذا عباره عن بابلز كبيره، او جروب او كاتيجوري، هذا اسميه هذا الشيء الكبير. هذا طبعا هو عباره عن خط وهمي، هو هذا بس يضمن او خلينا نقول يتضمن الموجود ما داخل من المواد الفرعيه الاندفجوال ماتيريال. يعني هذا الميتلز اند الوي هذا بداخل مجموعات الستيل والنيكل والكبر والالمنيوم والى اخره من المعادن، كلها بداخلها. مجموعه مثلا البوليمر، مجموعه بداخلها انواع البلاستيك بكل انواعه باستثناء الربرز. الربرز يعني هنا عندي بالمخططات هذا مستقل. ماشي، يعني يتضمن الاستمر سوري انواع البلاستيك، البولي اثيلين، البي تي اف اي الى اخره، يعني كل انواع البوليمر موجوده داخلها. الكومبوزات كذلك. هنا عندك التقسيمات، عاده يقسمون تقسيم من السيراميك، يقسمون سيراميك عادي وبرا السيراميك. البرا السيراميك هو نفس السيراميك التراديشنال سيراميك. السيراميك هنا الاخ هذا اقصد بيه ادفانس سيراميك، يعني فقط على مود للتوضيح من يجيك السيراميك حسب نوع المخطط. هنا مثلا تلقاه بروس بسيراميك، هنا مثلا مسوي مثلا تصنيف واحد، هنا مثلا هو هنا السيراميك، يعني بس سيراميك. بعض الاحيان يقسموه الى اكثر من قسم. ماشي زين، هسه من هذا المخطط انا ايش استنتج؟ استنتج يعني هذا هنا كل واحد من هذول مثل ما قلنا اسميه فقاعه بابلز. شلون الفقاعه بالضبط شكله؟ اقدر اني استنتج انه هذا المحور هو لليونج مودولس، معناها الاستفنس. اليونج مودولس مثل ما قلنا هو داله للاستفنس، بالتالي المواد اللي بالاسفل مثل الربر والفوم هي حتكون يعني استفنس مالتها قليل، والمواد اللي بالاعلى مثل السيراميك والميتالز هاي تعتبر الاستفنس مالتها عالي. بنفس الوقت المواد اللي تكون باليسار مثل الخشب والفوم هي لايت خفيفه، والمواد اللي تكون على جهه اليمين مثل الميتالز حتكون عاليه الكثافه يعني ثقيله. نقدر نستنتج انه طبعا هذا الالف دينسيتي 1000 كيلو غرام على المتر المكعب يعادل لي 1000 غرام
على السنتيمتر المكعب او 1000 ميجا غرام على متر التكعيب، هو نفس الوحدات، يعني لازم تنتبه للتحويل الوحدات. فهنا هذا الالف هو يعادل لي 1 غرام على السنتيمتر المكعب اللي هو كثافه المي. هنا صار عندي بهذا المكان بالالف. فاذا نلاحظ انه البوليمرز معظمها يعني فوق الالف، فبالتالي معظم انواع البوليمرز هي ممكن تغرق بالمي، في حين مثلا الفوم والوود لا يطوف بالمي. بالتالي أنا أقدر من خلال هذا المخطط أستنتج أنه المترز هو أثقل شيء، ثقيل، معادن ثقيلة، مادة ثقيلة. الفوم هو الأخف، السيراميك هو اللي أعلى ستيفنس، والربرز مثلا والفوم هو اللي أقل ستيفنس. نهاية هسه حاليا أنا عندي المواد اللي داخل المترز، هذا فقط مثلا اردت اشوفكم انه كل هذا اللوب هو عباره عن خطوه هني مجرد يربط الحدود المواد اللي داخله. طبعا هنا هسه واحد يجي يقول هاي شو بفراغات هوايه، يعني ليش مسوي اللوب الكبراته؟ لانه اني دا اشتغل هسه حاليا ضمن ليفل 1. ليفل 1 عندي بالاش بي شارت بالبرنامج، مثل ما راح نشوفكم البرنامج بالكورس الثاني ان شاء الله، هذا يضمن مواد قليله ما تتجاوز ال 70 ماتيريال لكل انواع الماتيريال. فبالتالي مثلا المترز يعني حصته يمكن فد 12 او 13 ماده، وهي موجوده بالمخطط اللي امامكم، بس المواد الرئيسيه بدون السبائك مالتها، بالتالي تكون قليله. لكنه من نوصل الى ليفل 3 والمواد تكون يعني أكثر من 4000 مادة، هنا راح تكون المواد كلها بداخل هذا اللوب الزحمة، مو بهالشكل هذا. من خلال هذا المخطط أني يعني هذا طبعا كل واحدة من دول الصغار أني أسميها individual material أو أسميها sub category. أوكي، السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. عفوا دكتور، بس اكو طلاب انحذفت اماراتهم الجامعيه لان هم مسوي لهم امارات من دفعه 2016، فالحد يوم الاحد انه راح يحدثون اماراتهم، فاذا ممكن يدخلون بالايميل الشخصي. اوكي، هسه هذا حذيفه سويت له ادمشن. اوكي نعم اوكي دكتور، ماشي. شكرا جزيلا. فهسه احنا اني عندي اذا نرجع للبرزنتيشن، مثل ما قلنا هذا احنا نسميها individual material او السب كاتيجوري. نجي هنا اكو فد نقطه مهمه عندي، بعض الخواص احنا هي مايكرو ستراكشر انسنسيتيف بروبرتيز، وبعض الخواص مايكرو ستراكشر سنسيتيف بروبرتيز. شنو هذا الحكي؟ يعني اني بعض الخواص تتاثر بالبنيه المجهريه بشكل مباشر، وبعض الخواص ما تتاثر بالبنيه المجهريه يعني بشكل كبير. نعم، بالنسبه لليونج مودلس اذا نجي نلاحظ على البابلز الرينج مالتهن صغير، مو كبير. هذا الرينج مثلا مال الالمنيوم، مال تيتانيوم، مال جولد، مال ستيل، رينج بسيط. شي ينطيني انديكيشن هذا الرينج؟ يعني من اني عندي الرينج قليل باليونج مودلس، شنو معناها؟ هل هذا معناها انه هذه الخاصيه تتاثر لو ما تتاثر المايكرو ستراكشر؟ نعم، من الرينج قليل عندي هنا، معناها الخاصية تتأثر لو ما تتأثر بالماكرو ستراكشر. شباب شو اليوم خاملين؟ نعم دكتور، أكيد تتأثر. زين، اذا تتاثر هنا حيصير العكس، معناها اني عندي رينج كبير، في حين انا الرينج هنا عندي صغير، فهنا الحاله بالعكس انه ما تتاثر بالمايكرو ستراكشر. هنا انا عندي مجموعه من الخواص، اكو تتاثر اكو ما تتاثر. يعني عندي مثلا اليونج مودلس من الخواص اللي قليله التاثر بالمايكرو ستراكشر. يعني مثلا اعطيكم مثال، المايلد ستيل مثلا
مالته اليونج مودولس بحدود ال 200 جيجا باسكال. الستانلس ستيل رغم اضافه مثلا يعني نسبه كبيره من عناصر السبك مثل الكروم والنيكل والمولبدينم، يتغير تغير بسيط، مثلا يصير ممكن 206 207 او يقل يصير 197 198، فالتغيير اللي يصير عندي بسيط باليونج مودولس، في حين اني عندي مثلا خواص اخرى مثل السترينث. لا شوف شوف حجم الببلز ايش كبرها هنا، شنو معناها؟ شوف اذا اجي عباره على كرينج مثلا، هنا الرينج مالتها مثلا اذا ناخذ لي على سبيل المثال مثلا للكاست ايرون، اجي اشوف الرينج مالته تقريبا من 80 ميجا باسكال اب تو تقريبا 900. فهذا الرينج شنو معناها؟ معناها اني هاي الخاصيه اللي هي سترينث هي مايكرو ستراكشر سنسيتيف بروبرتيز، خاصيه تتاثر بالمايكرو ستراكشر. اوكي ناو بعض الاحيان اني ممكن ادرس اكثر من خاصيه بان واحد، مثل ما هسه حاليا انا دا ادرس اليونج مودولس مع الدنسيتي، او ممكن ادرس يعني الهدف يكون عندي مثلا اني الاوبجكتيف يكون لايت اند ستيف، ماشي لايت اند ستيف اطلع من هذا المخطط، لايت العلاقه بالدنسيتي يعني كل ما يقل يكون لايت، وستيف كل ما يكون يونج مودولس يعني عالي حيكون بيستيفنس عالي. اوكي ف او سترونج اند تشيب او تاف اند ريسايكبل، او بعض الاحيان يجوز كل هاي الخواص احتاجها باوبجكتيف واحد، بس راح نجيها بالتفاصيل اني واستاذ جبار ايضا راح يشرحها لكم بعدين، اللي هي الاوبجكتيف والكونسترين، يعني هاي بعدين نجيها بالتفاصيل. ناو هسه اني بشكل مبسط قالوا لي انه يابا بلكي تشوف انه تصمم انه دراجة، فريم مال دراجة، وهذا الفريم يكون لايت اند ستيف مثلا، او وشوف انت شنو الخواص اللي ممكن تحتاجها بهذا الفريم، سوي لي اياها بحيث طلع لي مواد مرشحة للاختيار، او احنا نسميها الكانديدات ماتيريال. ماشي لو انت بفريم الدراجة شنو تحتاج مواصفات؟ خلينا نسمع منكم. دكتور، أول شي لازم تكون بيه قوة. قوة زين، يعني شنو تعرفش للقوة؟ شو تقصدين بالقوة؟ سترينث أي يعني عنده مقاومة الصدمة من الكسر المفاجئ اللي زين، يصير. يعني خلينا نقول امباكت سترينث. اوكي تمام. بعد لازم خفيف، خفيف لازم ما ينقل طاقة اهتزازية للجسم تمام، مال الدراجة تمام بي دامبينج بالضبط، تمام ولازم مو كلش رجد على مود بالصدمة يمتص ما يضر. أي بالضبط. تمام زين. بعد شباب شنو ممكن نحتاج؟ كوست نعم كوست كوست تمام، الكوست فشي مهم جدا. تمام صح، كل اللي حكيته صحيح. نعم هسه اذا نريد ندرس هاي الخواص، خلينا ناخذ اليونج مودلس مع الدنسيتي بان واحد، احنا راح ندرس خاصيتين. اذا اجي اطبق هذا الحكي على مخطط الاختيار اللي موجود هنا او الاش بي شارت، اخذ الدنسيتي مثلا من 3000 فما دون مثلا، اخذت هذا يعني هاي المواد اللي على اليمين سقطت، بقت هاي المواد اللي على اليسار، وبنفس الوقت اخذ اليونج مودلس مثلا 3 جيجا باسكال صعودا. هنا طلعت لي ماتيريالز، مجموعه ماتيريالز اذا نجي نشوفها هي مو كلها ممكن اني اطبقها. هنا اشوف بقى شباب هنا بشغلك بي اش بي شارت تحتاج للحس الهندسي بشكل كبير، يعني هسه انت هنا من خلال المخطط طلع لك مثلا سيراميك، سامعين انتم فد يوم دراجه سيراميك؟ زين ايش تتوقع اذا سويت دراجه من السيراميك صبيتوها بقالب مال السيراميك شو يصير بيها؟ بأول ضربة راح يعني تنكسر، أول ضربة راح تتفلش. ليش؟ لأنه هش السيراميك
تمام، الفراكتشر تفنس مالته ضعيف فراح يتفلش. خلي ببالك هنا هذا احنا ايش حنسوي؟ حنسوي عباره عن فلتره، يعني احنا هنا هذه المرحله الاولى طلعت. يعني انا شلون اشتغل؟ اشتغل خلينا نقول بالشكل البسيط، من اني ما عندي ميريت اندكس اشتغل بالشكل البسيط اللي هي عباره عن مراحل. المرحله الاولى اليونج مودلس مع الدنسيتي، طلعت مجموعه مواد خشب من عندها، بلاستيك، السيراميك بنوعه، الكومبوزايت، وجزء من الميتالز. هاي اجي احطها هنا في الليست واكتبها، هاي طلعت المواد اللي عندي. طبعا هنا عاده يعني اليونج مودلس مال البوليمر مثل ما ذكرنا بالاحمر هو لو، يعني لذلك معظمه راح من الاختيار، وبقى عندي الميتالز والسيراميك والوود. الكومبوزايت طبعا هو الافضل، افضل الكل، لكن راح نستبعده بعدين بالمراحل الاخرى. ليش هسه راح تشوفون ليش. ناو هسه انا اريد ادرس السترينث مع التافنس، لان انا احتاج يعني يكون عندي البايك، الفريم مال البايك يكون السترينث مالته عالي والتفنس عالي، فبالتالي انا حروح على اقصى اليمين من الاعلى لانه تنطيني اقصى الخواص، يعني اقصى سترينث واقصى تفنس. بالتالي راح ايش يظهر عندي من هذا المخطط؟ راح يظهر عندي هذا المربع اللي انا حطيته. طبعا هذا المربع ممكن انت حدوده تنزل شويه تصعد شويه، هذا حيكون الاختيار هنا اعتمادا على الحس الهندسي مالك. يعني انت ممكن اكس من الطلاب يختار بطريقه بيها مجال واسع، واي من الطلاب يختار بطريقه بيها مجال ضيق. يفضل انت توسع بالمجال على مود يصير عندك يعني فلترة بالمراحل، من انت تضيق من البداية ما راح تقدر تختار بشكل صحيح. بالتالي انا من هاي المرحلة شنو ظهر عندي؟ ظهر عندي انه الكومبوزيت هو افضل شيء، والميتالز الجزء الاكبر من الميتالز يعني موجود ضمن هذا الاختيار. هنا ذكر بعض الملاحظات سترينث اند تافنس، فذاكر انه اني يعني التفنس هنا الجي سي مختصره اللي هو سترين انرجي، هنا ذاكر انه البابلز هنا تكون بشكل كبير. ليش هنا البابلز بشكل كبير؟ لانه هذا الخاصيه اللي هي سترينث والتفنس هي ستراكشر سنسيتيف او مايكرو ستراكشر سنسيتيف بروبرتيز، خواص تتاثر بالمايكرو ستراكشر. ان جنرال مثل ما قال اني هنا بالدكتايل ماتيريال تتاثر الخواص اعتمادا على البلاستيك فلو اللي هو يتاثر بحركه الانخلاعات. بالتالي اني مثلا من اسوي اللوينج او اسوي هيت تريتمنت راح يؤدي الى اعاقه حركه الانخلاعات، بالتالي زياده الصلاده وانخفاض التفنس. لكن بالمواد السيراميكيه والمواد الهشه ان جنرال السترينت والتفنس ما تعتمد على الانخلاعات، وانما تعتمد على وجود العيوب اللي هي عاده العيوب تكون ملازمه للمواد السيراميكيه، لانه معظمها طرق انتاجها لازم يحوي على العيوب وان كانت مايكرويه. فاذا نرجع الى هنا بالنسبة لهذا المخطط، فإحنا ظهر عندي من هذا المخطط الكومبوزايت و الميتالز من هذا المرحلة. طبعا هنا إذا تلاحظ السيراميك تشوفه قيم عالية للسترينث، واقع الحال هذا السترينث هو الكومبرسيف سترينث وليس التنسال سترينث، على مود تكون أنت بالصورة، فلذلك تشوفه قيمه عالية بالنسبة لي السيراميك. ناو اذا انطب بالديتيلز بعد اكثر، هنا راح نشوف هنا هذا الماتيريالز نفس المخطط السابق، لكنه هنا بدينا ندخل بداخل الماتيريالز اللي موجوده، ماشي، هذا الانديفيدوال ماتيريالز او سب كاتيجوري، ونشوف شلون صار عندي حجم الببلز ايش كبرها. ليش؟ لانه هاي الخاصيه السترينث والتفنس هي مايكرو ستراكشر سنسيتيف بروبرتيز. ناو من ناخذ السترينث مع الكوست، نجي نشوف الكوست هنا، طبعا هاي الوحدات مال الكوست بالميتالز
الباوند لكل كيلو، باعتبار هذا المخطط هو انجليزي، فالوحدات مالته بالباوند او الجنيه الاسترليني الكيلوغرام الواحد. يعني هذا من عندي هنا واحد، يعني هنا على هذا الخط اي ماده على هذا الخط معناه سعر الكيلو مالتها باوند واحد، ماشي. بالتالي المواد اللي تكون على اليسار هي تشيب، المواد اللي على اليمين هي اكسبنسيف. بالتالي هنا اني من اجي اباوع على الكومبوزايت، رغم انه هو اجتاز المرحلتين السابقه، لكن هنا عندي يعني استبعده لانه يعتبر اكسبنسيف مقارنه مع بقيه انواع الماتيريالز. هنا اني طبعا السترينث اوف سيراميك فقط بالكومبريشن جيد، لكن بالتنشن يكون ضعيف. الوود نوعا ما متوسط. الكومبوزايت عندي غالي. طبعا الميتالز بالتالي هنا أنا عندي هو ينطيني افضل اوفر اول بيرفورمانس، لان هو يعني تقريبا اجتاز كل المراحل. ولو ببعض الاحيان بالنسبه لانواع معينه من احنا نسميها الماونتين بايك اللي هي البايسكلات الجبليه، تصنع من الخشب، بس انواع معينه من الخشب. طبعا هنا اكو بيها فد كرييتيف او بيها فد حرفيه عاليه موضوع تصنيع المنتجات من الخشب. هسه واحد يسال شلون اني اصنع دراجه من الخشب؟ شايفين تصنيع دراجه من الخشب سابقا شباب؟ اي قبل اتوقع كانت موجودة. شايف سيارة من خشب. سيارة من خشب. برأيكم شلون يشكلون الخشب؟ يعني شلون يغيرون عرفنا شكله؟ فريم مال بايسيكل هذا بيت انحناءات وبتفاصيل بكيرفات، شلون الخشب يصنعوه بهذا الشكل؟ خشب مثل ما تعرف ذات لزمه انت وتطوي بيدك تتكسر، الياف تتكسر. دكتور مكاين ما سي ان سي مكاين سي ان سي حتشغله تشغيل اعتيادي، بس شلون الشكله؟ يعني انت مثلا معقوله هسه انت يعني اخذها بالعقل، مثلا فريم عرضه متر، اجيب اني مثلا شجره عرضها متر واقص عليها الفريم، مو منطقيه. سوي لها كومبوزاي. كومبوزايت هو اوريدي، هو يعني الخشب هو بالاساس هو كومبوزايت بالاساس. يخلوه بالماي، يضيف له ميه تخلوه بشنو؟ بالماي. بالمي. وصلتي مو بالمي بالضبط دكتور. بالتالي نعم يلينونه. بالتالي يلينوه، هو تمام يلينوه، بس شلون يلينوه؟ طبعا بيه فد معاملات جدا معقده، وبيها نوعا ما خلينا نقول بيها سريه لحد ما، يعني ما ينطون كل تفاصيلها، وهي نوعا ما خلينا نقول احنا نسميها جوب شوب، يعني ورش حرفيه صغيره تشتغل هذا الموضوع. طبعا يعني اللي افتهمته اني من احد التقارير انه يشتغلوا بالبخار، يلينون الخشب بالبخار، ويخلوه ورا ما يلينوه بالبخار يخلوه ضمن قالب، وبعدين يجففوه هذا القالب بحراره معينه، بالتالي ياخذ البايسكل، يعني هذا البايسكل فريم ياخذ الشكل ماله. طبعا هذا العمليه هي الكلفه مالتها مو فقط بكلفه الخشب، وانما كلفه الحرفيه، كلفه التصنيع. لكن هذا يستخدم يعني انواع الخشب تكون نوعا ما غاليه، تصنيعها غالي، فبالتالي مثلا اسعارها تكون مرتفعه لانه البيرفورمانس مالتها عالي. يعني هيك نوع من الدراجات يستعملوه مثل ما قلنا بالماونتين بايك، يعني انت شايفين انتم مثلا دراجات تصعد وتنزل، يعني يصعد بها جبل مثلا، شايفين ذول شوي عندهم خبير ذول الاجانب، يعني يصعد وينزل ويقمز بالدراجة وعلى الصخور، احنا ما عندنا شيء يعني قابلية، بس هم عندهم هذا الموضوع. يعني بالتالي مثلا الدراجات العادية المعدنية هاي راح تتعقد وتتقوى، ما تتحمل هيك مقاومة الصدمة، في حين اكو انواع من الخشب تتحمل هذا، او انواع من الكومبوزيت ماتيريال اللي حكينا عليها قبل شوية اللي هي غالية الثمن، راح يعني تتحمل هذا الشيء. اوكي، بالتالي اني مثلا من خلال هذا ان جنرال ممكن اني يشتغل عندي سبائك الالمنيوم، سبائك الفولاذ ان جنرال،
رغم انه الفولاذ نوعا ما الدنسيتي مالته عاليه، لكن يبقى هو خلينا نقول يعني الميجر هو اللي مسيطر على الدراجات، لانه الستيفنس مالته عاليه مقارنه مع بقيه الماتيريال. ممكن تشتغل عندي سبائك الالمنيوم، يعني انا مثلا طلعت برا شفت انواع الدراجات، دراجات سعرها من 20 دولار اب تو 10,000 دولار حسب الماتيريال اللي موجود، وحسب الـ يعني الامكانيات مال البايسيكل، وحسب وين ينساق البايسيكل هذا اصلا. ماشي، يعني هنا انا عندي تدخل عده عوامل، من ضمنها الماتيريال، من ضمنها طريقه التصنيع. طريقه التصنيع عندي هذا شيء مهم، يعني عندك لمعدن واحد اني ممكن اذا اصنع بالسباكه ينطيني خواص، اصنع بالفورجنج ينطيني غير خواص تماما مختلفه. فلذلك طريقه التصنيع يعني يعتبر عامل حاسم. هذا فد مخطط يعني ما له علاقه بموضوع البايك، يعني البايك هسه خلصنا منه، للخواص الكهربائيه مثلا على سبيل المثال. هنا بس فقط ردنا نجيبه للتوضيح. وهنا الريزستيفيتي بالاومتر، الريزستيفيتي اللي هو عكس التوصيلية، فكل ما كانت القيمة قليلة كل ما يعني بالريزستيفيتي معناها توصيلية عالية، وكل ما كان عالي كل ما يكون يعني توصيلية ضعيفة. والكوست كل ما يكون على اليسار هو تشيب، على اليمين هو اكسبنسيف. فإذا نلاحظ أنه تشوف الرينج مال الريزستيفيتي هو من 10 أس ناقص 9 أب تو 10 أس 15، يعني إذا نحكي إحنا هنا عن 24 أوردر أوف ماجنتيود، يعني 24 يعني 10 أس 24 الفرق بيناتهم. فهنا نشوف مثلا المواد البوليمرز والسيراميك إن جنرال باتجاه الإنسوليترز العوازل، في حين نشوف المتالز كلها عبارة عن كوندكتورز، ونشوف السوبر كوندكتورز مثل الجولد أو البلاتينيوم. طبعا هذا وين يستعملوا الجولد والبلاتينيوم؟ يستعملوه ككوتينج ببعض التوصيلات الكهربائية لأنه يعتبر سوبر كوندكتر. فأكثر شيء يعني نشوفه إحنا بكوت بتوصيلات الكهربائية بالأجزاء الحاسدة بالمايكرو بروسيسور. راح تلقى يعني بعض البنات تكون يعني طلاء ذهب، ليش؟ على مود التوصيلية تكون بيها يعني بدون ضياع. اوكي، هذا فيما يتعلق بالبرزنتيشن، هذا البارت الاول من المحاضرة. نعم، واقع الحال الاختيار مو بالبساطة اللي احنا شفناها اللي هو عبارة عن اكس واي، هو يعتمد بشكل كبير على فتشي اسمه البيرفورمانس اندكس او الميرت اندكس او الماتيريال اندكس، شو تريد تسميه. هو كلها عباره عن معامل اداء اللي هو تعريفه جروبينج اوف بروبرتيز which when maximize give some maximum performance of material. يعني اني هذا معامل اداء مجموعة خواص مثلا اي اوفر رو، سيجما اوفر رو، حسب عندي جداول اني بعد شوية راح نشوفها، كل ما يزيد كل ما معناها ينطيني اداء عالي. فطبعا من ينطيني اداء عالي طبعا اكيد حيكون على حساب الكلفة. بعض الاحيان انا مثلا احتاج مثل ما قلت مثلا يعني بالبايسيكل مثلا على سبيل المثال، مثلا مينيمم ويت او ماكسيمم ستيفنس. هنا اكو عندي طبعا بالديزاين اكو شيء احنا نسميه الديفليكشن ليميتد ديزاين، اكو سترينث ليميتد ديزاين، اكو تفنس ليميتد ديزاين، وهكذا. يعني اللي هو الديزاين على اساس الديفليكشن او اساس السترينث او الى اخره. بالنسبة للديفلكشن ليميتد ديزاين الاي اوفر رو يعتبر التيبيكال ميريت اندكس فور مينيمم ويت ديفلكشن ليميتد ديزاين، اللي هو هذا بهذا المخطط اللي هو اني عندي التيبل واحد اللي هو ينطيني البيرفورمانس اندكس لحالات معينة. انا اللي اريدك تعرفها بشكل اساسي
يعني مطلوب من عندك بالحفظ اللي هي الماكسيموم سترينث والماكسيموم ستيفنس، اللي هي الماكسيموم سترينث سيجما على رو، سيجما واي على رو، والماكسيموم ستيفنس الاي على رو. ماشي، الاي طبعا هو ينطيني الستيفنس والرو ينطيني الويت. فبالتالي اني مثل ما نشوف بالمخطط رقم 2، هذا واحد، هاي 2، هنا أنا عندي هذا الخط الأحمر يمثل لي المرت اندكس أو معامل الاستحقاق اللي هو الإي على إي على رو إكوال واحد. هنا طبعا هاي لهاي الحالة، لأنه أنا عندي يعني اللي هنا عندي واحد بالواي واحد بالاكس. ماشي، راح نجي بالتفاصيل هذا الموضوع. طبعا هنا أنا هذا الخط، ممكن واحد يسأل شنو هذا الخط، ليش أنا حاطه هنا؟ ممكن واحد يحطه جوا، واحد يحطه فوق، هذا أيضا يعتمد على الحس الهندسي، وراح نجيها من نوصل إلى التمارين. طبعا هنا أنا أريدك تميز كديزاين بين عدة مصطلحات، بين التنسايل سترات اللي هي كدعامة، اللي هي من اسمها تنسايل، معناها أنا هنا عندي شد، البيم معناها أنا عندي بيندينج، الكولوم أنا معناها أنا عندي ضغط كومبريشن. أوكي، يعني بدك تميز بين التاي معناها أنا عندي شد، بيم عندي بيندينج، كولوم عندي كومبريشن. أوكي، وطبعا هنا راح تشوف كل واحدة من هاي الحالات بيها معامل الاستحقاق يعني الملائم لها. إذا نجي شلون نشتغل بمعامل الاستحقاق، المودلس مع الدنسيتي نفس المخطط اللي أخذناه قبل شوية. نعم، أنا عندي كانتليفر with maximum stiffness، بالمطلوب منه maximum stiffness و minimum mass. فال performance index وفق التيبل هذا، الكانتليفر معناها أنا عندي bending، تمام، معناها بيم كانتليفر، شايفيه إنه يكون مثبت من جهة وحر من جهة، فمعناها أنا بيم. maximum stiffness E أس نص على رو، هنا أنا هذا عندي انعلم عندي المرت اندكس. هسه شلون اشتغل بيه؟ انا عرفت انه المرت اندكس مالتي او البيرفورمانس اندكس هو سي ايكوال اي اس نص على رو. نعم، نسوي هاي المعادله، ناخذ لوج الطرفين ونسويها بشكل يشبه معادله خط المستقيم. تذكرون يعني بالاعداديه ماخذين معادله خط المستقيم اللي هي واي يساوي لي ام اكس بلس سي، الواي يعني بالمحور واي، الام يمثل السلوب، والاكس هو قيمه الاكس، والسي هو كونستانت. نعم، اخذ لوج الطرفين، لوج السي، هذا لوج السي هياته، قانون اللوج شو يصير عندي؟ النص ينزل، نص لوج اي، والقسمه تصير طرح ناقص لوج رو. هذا اخذ سويت انا هنا بهذا، بس مجرد اخذت لوج الطرفين سي، هذا لوج سي، وقانون اللوج النص ينزل، نص لوج اي، والقسمة تصير طرح ناقص لوج رو. هاي واضحة الخطوة طلاب؟ قانون لوج. اوكي، نعم. هسه هاي اللي طلعت لي هاي المعادلة، مجرد ارتبها على مثل معادلة خط المستقيم. الواي، وين الواي عندي؟ هذا الاي، اللوج الاي، نصف لوج اي، حطه هنا. اوكي، شو يساوي لي؟ يساوي لي الام اكس، هذا الاكس، بس هنا عندي الاي، هنا صار هنا الاكس. بس واحد يقول هذا وين جبت الاثنين والنص وين راحت؟ مجرد ضربنا الطرفين في اثنين على مود نتخلص من الكسر، فالسي لوكسي صار 2 واللوج اي لوج رو صار 2، وهنا راح النص، فصارت هنا لوج اي
يساوي 2 لوبرو زائد 2 لوكسي. هذا سويته عن المعادلة هاي وفق معادلة الخط المستقيم. بالتالي هاي الام هنا هو نفس الاثنين، هاي الاثنين اللي موجودة، معناها السلوب عندي هو 2. اوكي واضح طلاب؟ لو اعيد. واضح دكتور. واضح. ناو هسه اني السلوب هذا شلون راح اطبقه؟ لو اني فقط عندي سلوب، سلوب واحد ما عندي غيره، مجرد سلوب، وعندي هذا المخطط هنا، عندي اني بعض الاحيان اني يكون عندي داتا بحيث اني اقدر احدد النقطه وين تكون، مثل ما راح ننطيها هسه بعد شوي بالمثال، وبعض الاحيان انا ما اقدر، ما عندي في الداتا، فانا الخط ممكن يصير هنا، ممكن يصير هنا، ممكن يصير هنا. هنا هذا الاي على رو اكوال 1. شلون اكوال 1 هذا بهاي الحاله اللي عندي هنا؟ ماشي مربع واحد بالواي، مربع واحد بالاكس. ماشي السلوب هو شنو؟ هو تان الزاويه اللي مقابل على المجاور. مقابل عندي هذا الواي، هذا مربع واحد، والاكس مربع واحد. انتبه على نقطة هذا اللي حكيت عليه قبل شوية، لو عندك الاكس اكسس مثل ذاك اللي هو واحد، ثلاثة، عشرة، ثلاثين، مية، كل مربعين تعتبر مربع واحد. ماشي بس هنا بما انه انا عندي تدريجات منتظمة للوج الاساس عشرة، فاذا هنا بالنسبة لهاي الحالة اني الواي واحد والاكس واحد، فهاي المقابل على المجاور. هذا اذا انا عندي هذا المخطط السلوب مالته هو واحد. الاثنين شلون يصير؟ مثل ما طلع عندي اني الاثنين حيكون عندك اثنين بالواي واحد بالاكس، فالسلوب حيكون بهذا الشكل من هنا. الثلاثة شلون يكون؟ ثلاثة بالواي واحد اثنين ثلاثة وواحد بالاكس، فيصير بهذا الشكل هيك. ماشي نعم. هسه اذا نرجع للمثال مالنا، ببعض الاحيان هسه انا مثلا هذا لحد هنا انا هذا مثال سلوب ايكوال تو. بعض الاحيان انا ممكن انطيك داتا، فرضا انا عندي السلوب واحد مو اثنين للتبسيط، واني نعطيك قيمه الاي اوفر رو ايكوال 30. بهيك حاله انا ايش اسوي؟ افرض قيمه للرو ابسط ما يكون، افرض مثلا قيمتها واحد واطبقها هنا، هي نسبه، بالتالي الاي راح يساوي 30. صار عندي، صارت عندي نقطه واحد ب30. اروح على المخطط مالتي، طبعا شرط النقطه اللي افرضها اني تكون ضمن الرينج مالتي، يعني هنا من اني افرض نقطه المفروض قريبه على الواحد، إنه يعني ما بين النص خلينا نقول إلى العشرة ما تتجاوز. بس أنت إذا تفرض غير قيم راح تطلع لك نفس القيم، فرضا نفرضها عشرة تطلع لك نفس الشيء، راح تظهر لك تقريبا 300 هنا. أوكي فظهرت لي هاي النقطة اللي بالأحمر. ماشي من عندها أنا إيش حسوي؟ الخط أمده هذا اللي هو مال الاي اوفر رو. طبعا هذا انا شو اسوي هنا؟ عندي مسطره، هنا شغلك انت كله لازم بالمسطره. اخذ مربع بالواي، مربع بالاكس، هذا بالنسبه للاي على رو كل واحد، اطابقه هذا الخط واجره الى حد هاي النقطه. صار عندي هذا الخط النقط بالاحمر. هذا هنا اني حكم عندي حل واحد، يعني طالب اكس يحل مثل طالب واي. ليش؟ لانه اني ناطيك احداثيات نقطه، بالتالي اني من اريد اني مثلا بالماكسيمم يعني ستيفنس اني هنا عندي، ومينيمم يعني ويت، راح اخذ الموجود فوق هذا الخط. بالتالي تقريبا معظم انواع الادفانس سيراميك حيكون بيها، اللي هو بورون الكاربايد، سيليكون كاربايد، الومنيوم نترايد، الومنيوم سيليكا، هذا كلها داخله، زائد جزء من الميتالز هذا
بالاحمر زائدا جزء من الكومبوزايت اللي هو مثلا السي اف ار بي. اوكي، هاي المواد حتكون هي المواد اللي الكانديدات ماتيريال او المواد المرشحه للاختيار. هاي الحاله شنو اني نعطيك احداثيات بحيث اطلع من عندها النقطه. لو اني ما نعطيك احداثيات شو تسوي؟ هنا راح يشتغل عندك الحس الهندسي اللي هو كل طالب راح يكون بشكل مختلف قليلا عن زميله. ما انزله كلش لي جوا الخط ولا اصعده كلش، او يعني اوصله بمرحله بحيث يعني ما لا يقل عن فد 6 مواد تكون فوق هذا الخط. ماشي، 6 الى 10 مواد تكون فوق هذا الخط، اسميها كانديدات ماتيريال. لحد هنا واضح طلاب؟ ترى هذا اساس شغلنا كله حينبني على هذا الحكي. دكتور بس شلون اخذنا المربعات؟ لان هاي ما فهمتها. يا مربعات قصدك الاسلوب؟ اي من اخذنا اكس واي ما فهمت شلون اخذناها. هذا هسه اذا نجي هسه اعتبري هذا الخط، تشوفين انا وين دا اشر؟ تاشر اللي اي يطلع عندي؟ دكتور اي هذا ايوه الخط هسه اعتبريه ماكو. هسه انا اريد ارسم هذا الخط. هسه هنا اني على الواي صعدت مربع واحد، تمام؟ هسه انا شنو عندي؟ عندي السلوب واحد، اي على رو اكول واحد، تمام؟ هنا مربع بالواي صعدت، وهنا مربع بالاكس. هذا جيت سويت مجرد وصلت هذا الخط ومديت على استقامته. هذا هسه السلوب ايش قد هذا؟ مو عندي هنا واحد بالواي وواحد بالاكس، تمام ولا مو تمام؟ تمام صار واضح دكتور. اي هذا هسه نفسه انا شو اسوي؟ مسطره بيدي، رسمت اني هذا الخط، مسطره بيدي اصعدها بهذا الاتجاه الى ان اوصل الى هاي النقطه، صار عندي هذا الخط واشتغل هنا. حاله انه اني ما عندي هاي النقطه مثل ما قلت لكم، راح ممكن طالب يصعد هذا الخط لهنا ويبقي مثلا بس 3 4 مواد، ممكن طالب ينزلها بعد اكثر ويصير مثلا 10 مواد. اوكي، بس لازم يعني ايش قد يعني الماكسيموم مالت المواد اللي لازم نبقيها؟ يعني 6 الى 10 كلش اناف، يعني من 6 الى 10. هنا راح تبقى احنا هاي شو نسميها؟ نسميها كانديدات ماتيريال او المواد المرشحه للاختيار. من اقول لكم بيست فيت ماتيريال او بيست ماتيريال بالمفرد وليس الجمع، فانت حتصعد هذا الخط بحيث يبقى لك ماده واحده دي فوق. مثلا لهذا شغلنا حيصير تقريبا البورون كاربايد هنا مثلا هو الافضل في هاي الحاله. ماشي، اذا كان ردت اني بصيغه المفرد بيست ماتيريال او بيست فيت ماتيريال. اوكي زين، هنا نجي نحكي على شويه على السلوب. هنا اذا تلاحظ اكو تجيك بعض الاحيان مخططات، طبعا هاي اذا جتك هذا النوع من المخططات فانت يعني من حسن حظك. ليش من حسن حظك؟ لانه الجايد لاين هذا اسميه الخطوط هاي اللي هي الاي على رو، اي اس نص على رو، اس اي اس ثلث على رو، الجايد لاين مرسوم. فانت شو تسوي؟ من عندك المرسوم الخط بس مجرد انت تطابق ويا الخط هذا وتصعد الى المكان اللي انت تريده، تمام؟ نعم، هذا اسميها جايد لاين. هاي يعني بعض المخططات يكون بيها وبعض المخططات ما يكون بيها، لكن اذا كان موجود بيها فهو افضل. هنا هذا الجايد لاين للمينيمم ماس ديزاين، هذا يعني اقل ما يمكن. هذا الخط هذا رسمي هو، واللي هو نفسه هنا يمثل لي الاي اوفر رو. من عندي السلوب واحد حيكون اي على رو، من عندي السلوب 2 معناها اي اس نص على رو، من يكون السلوب 3 اي اس ثلث على رو. يعني هنا أنا عندي الكسر هو المقلوب عاده بهاي الحاله فقط باليونج مودلس مع الدنسيتي. انت هذا تاخذ لوج الطرفين وتطلع. هسه انت من تاخذ الاي اس نص او الاي اس ثلث تاخذ لوج الطرفين راح يطلع لك السلوب 3، او هنا يطلع لك السلوب 2، هنا يطلع لك سلوب واحد حسب الشغل مالتك كاشتقاق. يعني انت لازم تشتق رياضيا وتحدد الميرت اندكس وبعدين تطابق.
حالة انه انت على سبيل المثال طلع عندك السلوب مالتك اي اس نص على رو، تجي تطابع تحط المسطره ويا هذا الخط مال اي اس نص على رو وتصعد، تصعد بحيث انت يبقى عندك كم ماتيريال بالاعلى. هذا مثل ما قلت لكم، هاي يعني الاسئله انتم تجيكم نوعيتين، نوعيه من هاي اللي هو تعتمد على الحس الهندسي ولك انت تصعد بحيث تبقي لك كم ماده لفوق، ونوعيه لا انت حكم انه يعني انا اعطيك احداثيات نقطه، فنقطه وخط واسلوب راح يرسم عندك المخطط. طبعا هاي مثل ما قلنا هذا اسميها ديكيد، يعني هاي من مال الاثنين اسميها ديكيد، من 10 الى 100 ايضا اسميها ديكيد، ماشي؟ يعني اللي هي يعني التدريجه الوحده او المربع الواحد، وهذا كله انا اسميه من 10 اس ناقص 4 الى الالف اسميه سبان. اوكي، اكو شيء ما واضح لحد هسه طلاب؟ الدكتور بس سؤال، نعم. احنا من نشتق يعني ضروري يطلع لنا الاسلوب مطابق الوحدة من هاي الموجودة على المخطط؟ هو الاشتقاق انت عاده انا ما راح اجيب لك يعني كسور معقده، يعني هو شيء يطلع لك حيطلع لك لو يعني سلوب حيكون اما نص واحد واحد ونص اثنين، يعني هيك مشتقات، خلينا نقول النص نص الواحد واحد ونص اثنين، يعني 3 على 2 يطلع لك او 2 على 3 وهكذا هيك. بس عاده انا يكون يعني الجايد لاين هو متطابق وياه، يعني اكو عندي مخططات اخرى راح نشوفها، عندي يكون مثلا 3 على 2 يكون بها الميرت اندكس، يعني هنا مثلا يصير اي اس 2 على 3 فحيكون مقلوبه هو 3 على 2 يصير السلوب وهكذا، فلازم انت حيكون من ضمن الجايد لاين، ما يطلع من الجايد لاين. تمام. والاشتقاق حسب المعادلة الأولى طبعا شلون حسب المعادله، اشتقيناها؟ انت شنو المعادله اللي ناقشيها انا بالسؤال، راح تشتقين تاخذين لوج الطرفين وتطلعين السلوب من عندها، بعدين تشتغلين هنا على المخطط هذا. اذا كان بي جايد لاين خيرا على خير، ما بي جايد لاين انت راح ناخذ احنا مثلا، حتى اذا هذا مثلا اي اس ثلث على رول اللي هو الستوب مالته 3، ناخذ 3 بالواي 1 بالاكس ونرسم الخط بهذا الشكل، ماشي؟ زين. هسه عندي فد مثال هنا مثلا بسيط، اكزامبل اللونجيتودينال ويف سبيد اوف ساوند، سرعه الصوت طوليه بالماده معطاه بالمعادله ال في يساوي ال اي على رو اس نص. ايش قايل لك؟ قايل لك ري رايت ذا ايكويجن تيكينج ذا بيس 10 لوغاريتميك اوف بوث سايد. من ناخذ احنا اللوج الطرفين شنو اللي راح يصير عندي؟ لوج الفي يساوي للنصف، هذا وفق قوانين اللوج مثل ما قلنا النص راح ينزل، وهذا كله حيصير لوج اي ناقصا لوج رو. من هذا نضربه كلها في 2 ونقدم ونأخر نصير وفق معادلة خط مستقيم، حيصير لوج اي يساوي لوج رو زائد 2 لوج في. بالتالي انا هنا المعامل مال اكس هنا 1، فالسلوب يكون عندي 1 من خلال هاي المعادلة، ماشي؟ نعم. مصطلح شيء مهم لازم تعرفوه، السيجما اف او الفراكتشر سترين لكل ماتيريال يعني شيء، يعني بنفس المخطط بالنسبه للمتال والبوليمرز هنا السيجما اف هو او السيجما ان جنرال هو يمثل لي اليلد سترين. ليش؟ احنا مثل ما قلنا التصميم من اصمم اني وفق اليلد بالنسبه للستاتيك مود، بالنسبه للدايناميك مود انا وفق الفتيك سترينث، بس بالنسبه للستاتيك مود انا يعني يكون شغلي وفق اليلد. بالنسبه للبريتل سيراميك نسميها يعني السيجما هو شنو؟ هو مودولس اوف رابتشر او الفلكشرال سترينث. بالنسبه للالاستمر هو التنسايل تير سترينث. بالنسبه للكومبوزيت هو التنسايل فيلر سترينث. اوكي، هذا هي كلها ترمز لها سيجما او سيجما اف يعني بالمخططات. وهنا طبعا ذاكرها هنا
يعني نعطيه فد شورت ابريفيشن هنا فد مختصر هذا الحكي نفسه اللي قلته، نعطي كرموز بهذا المخطط. هذا اللي اذا نحكي عليه هسه احنا حاليا، هذا النوع اخر من المخططات اللي هو سترينث مع الدنسيتي. نجي ناخذ السيجما على رو، هذا هنا هذا هاي الجايد لاين، هذا السيجما على رو ايش قد ماشي، واحد بالاكس واحد بالواي، هذا المخط الخط. واذا نصعد به راح تطلع عندي هنا مثلا مجموعه مواد. هنا عندي مثلا سيجما اس نص على رو اللي هو السلوب 2، يعني هذا السيجما اس نص من اجي اخذ انا السلوب مال لوج الطرفين هو حي يطلع السلوب مالته 2، معناها 2 ماشي بالواي 1 بالاكس. هنا السيجما اس 2 على 3 من اخذ لوج الطرفين واطلع السلوب راح يطلع لي 3 على 2 السلوب، يعني 1.5. شلون واحد شلون امشي 1.5 هنا او 3 على 2؟ 3 امشي بالواي و2 بالاكس وامد خط، هاي 3 بالواي وهاي 2 بالاكس وامد خط بهذا الشكل، حيصير عندي السلوب مال سيجما 2 على 3 على رو مباشره. انت بس مجرد هنا عندك بهيجي حاله مجرد تطابق الخط وتصعد وفق المعطيات اللي نعطيك اياها بالسؤال. قد تكون انا المطلوب من عندك ماكسمايز سترينث فانت تروح لي فوق، لو كان المطلوب مينيمايز يعني انزل لي جوا، حسب المطلوب وحسب الاسئله اللي تجيك. طبعا ايضا اريد اشوفك يعني الابندكس اللي موجود عندنا، هذا اللي هو سيلكشن شارتس. سيلكشن شارت يفضل انت تقلبها وتشوف التفاصيل اللي موجوده بيها. شوف هنا أنا عندي فد شغله مهمه جدا تنتبه عليها، شنو اختلاف هذا المخطط عن هذا المخطط اللي عندي؟ انتبه لي على الوحدات، هذا المخطط وهذا المخطط، وين الاختلاف؟ مليغرام كيلوغرام. وحدات الدنسيتي هنا أنا بشنو؟ هذا بالميجا غرام على متر تكعيب، هناك شنو؟ بالكيلوغرام على متر تكعيب. طبعا الميجا غرام على متر تكعيب من تسوي رياضيا هو يساوي غرام على سنتيمتر المكعب نفسه اللي هو احنا المتعارف عليه. يعني هنا هذا الواحد يعادل 1000 كيلوغرام على متر تكعيب، هاي تقدر تسويها رياضيا انت يعني يمك وتتاكد من هذا الكلام. ماشي؟ هنا الالف هذا معناه كثافه المي، هنا واحد 1000 كيلوغرام على متر المكعب يساوي نفسه هنا 1 ميجا غرام على متر تكعيب ويساوي لي 1 غرام على الكيوبيك سنتيمتر. ماشي عيني؟ فهنا اول نقطه انتبه عليها اللي هي الوحدات. وهنا الوحدات هي نفسها بالنسبه لليونت مودولس. طبعا الطف شيء يعني الطالب انا اجيب له وحدات مثلا يعني شويه تختلف شيء، واذا بنص الامتحان دكتور السؤال غلط، هاي اسهل شغله يعني كانه الدكتور مطفي وطابق على صفحه وما يعرف بالوحدات وما يدري بالدنيا جايب هو، ويصر يعني انا عندي كم واحد يصر انه السؤال استاذ بي غلط، قل له باوع شيك شوف امورك، بعدين لو يحس لو ما يحس. فدائما يعني جزء كبير من التركس اللي تجيك بالامتحان هي اساسا تعتمد على الوحدات. فهنا مثلا نجي على هذا الجايد لاين، مثلا هذا الاي على رو، اي نص على رو، اي ثلث، هذا مثل ما قلنا يعني هي حيكون مقلوبها وتصعد وفق الاختيار اللي عندك. هذا بالنسبه مثلا لهذا النوع من المخططات. مخططات اخرى السترينث اوفر دنسيتي مثل ما موجود هنا، مخططات عندك اليونغ مودلس مثلا مع السترينث، هذا هنا نسميها احنا حاله بها المحاور مقلوبه بالعكس. شوف هنا يعني عندي يونغ مودلس على سترينث والجايد لاين هو سيجما على اي،
ماشي، هاي محاور مقلوبة واحدة من الحالات اللي تجيك. تجيك السبيسيفيك اللي هي خاصيتين بخاصيتين. شوف هنا عندي سبيسيفيك مودولاس اللي هو الاي على رو، ويا السبيسيفيك سترينث اللي هو السيجما على رو. فأنا هنا بآن واحد دا أدرس أربع خواص، ماشي. فبالتالي هنا أنا عندي مثلا الجايد لاين مالتي حيكون سيجما على اي، ماشي. فيعني هنا تجي شوي يصير بيها تعقيد. عندي مثلا الفراكتشر تافنس مع اليونج مودولس، وايضا عندي بيها تفاصيل وبيها داتا. هنا شوف اني عندي فراكتشر تافنس مع يونج مودولس، وعندي وياهن تافنس، يعني هنا ثلاث خواص بان واحد. عندي مثلا الفراكتشر تافنس مع الالاستيك ليميت، هذا عندي اللوس كوفيشنت مع اليونج مودولس، يعني عدد غير محدود اني من الخواص ممكن ادرس. هنا مثلا سترينث مع الماكسيمم سيرفيس تمبريتشر، هذا بالتطبيقات اللي نحتاج بها درجة الحرارة، بالوير ريزيستنس، يعني بالكوست. هنا هذا موضوع الكوست بير يونت فوليوم او بير يونت ويت، هذا ايضا عندي فتشي مهم. بالتالي اني كل حالة بيها شغلها الخاص، لكن المبدأ مالتي واحد، المبدأ كله يعتمد على استخراج المرت اندكس، اطلع السلوب من عنده واطبق على الشارتات. طبعا عندكم هوم وورك هنا ال 5/2، هذا من الكتاب اللي نزلته لكم، الرابط مالته تنزل الكتاب برا بيج 600، عندك هاي الهوم وورك مالتك 5/2، 5/3، 5/4، 5/5، 5/7 و5/10. راح انزل اني الهوم وورك بشكل واجب على الكلاس، ومطلوب منك يعني خلال يعني هذه الفترة الى السبت اللي يجي. اكو شيء دكتور الكتاب هون هذا بالكلاس روم؟ نزلت الرابط مالته بالكلاس البارحة، ماشي. راح تلقوه اذا ترجع هسه بالبوستر، اعتقد البارحة نزلت. اي نعم البارحة صح. اكو شيء طلاب بعد ما واضح؟ دكتور ما نازل بس المحاضرة والبرزنتيشن وهاي ما نازل الرابط، والله بس تأكد إنه منه. دقيقة هسه شكل لا بلي دكتور موجود الرابط.